انطلق من المطار الأميري بدبي رحلة العمرة العائلية لطلاب معسكر راشد الصيفي 2011 بناء على توجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، في أهمية وضرورة الحفاظ على الأسرة وتقوية العلاقات والترابط الأسري. هذه السنة تقريباً 14 على التوالي يتفضل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على نادي الهوايات ومنتسبين الأنشطة الصيفية بمكرمة العمرة المباركة. وطبعاً على المدى السنوات الماضية كانت المكرمة تكون للأطفال المشاركين في المعسكر وبعض موظفين الدوائر الحكومية التي توفر الدعم للمعسكر والنشاطات الصيفية، وكذلك بعض المعسكرات الأخرى الأنشطة الأخرى الموجودة في إمارة دبي في فترة الصيف. إلا أن هاي السنة نحن ارتئينا يعني أن نكون الرحلة على شكل عائلي، بحيث كل طفلين شملتهم مكرمة العمرة يحق لهم أنهم هم يجيبون معاهم مثلا حد من أولياء أمورهم، الأم والأب، الأب والعم أو الأم والخالة، يعني حد من حسب ظروفهم وحسب يعني أجازاتهم وحسب. فالحمد لله قدرنا نحقق هذا الهدف وتكون الرحلة هاي السنة بطريقة عائلية. وطبعا هذا الشيء هو يعني على بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد، دائما اهتمام بالعائلة وخلق إيجاد الروابط ما بين أفراد العائلة جميعا. أشكر الشيخ محمد بن راشد، طبعا هو أبونا ما قصر وجزاه الله الخير في ميزان حسناته. والله الحمد لله يعني شعور ما يوصف، يعني الحمد لله أني رايحة في بيت الله وأني راضي يعني رايحة أزور الحمد لله. ما في كلمة يعني توصف الشكر أنه وصل للشيخ، الله يطول بعمره، أبونا هو يعني أكثر من أبونا أصلا، والله يطول بعمره يحفظ لنا إن شاء الله. يتضمن برنامج الرحلة زيارة المدينة المنورة والمسجد النبوي الشريف وقبر الرسول، إضافة للزيارات العلمية والثقافية الدينية الأخرى مثل مركز البحوث الإسلامية ومطبعة المصحف الشريف، ومن ثم الانتقال إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة على أكمل وجه.